ابو علي راح اشوفك مقطع فيديو. مستعدة؟ يلا تمام، خلينا نشوف الصورة الأولى. طفي لي قلبي بغيابك. إسراء فرج. ألف تحية لها، وتحية للإعلامي والمثقف مسلم الرباعي. ألف تحية. ألف تحية. هذا أخونا وصديقنا. دفعة من الطاقة الإيجابية. أرد أقعد من النوم على شيء، عندي شغل، عندي شيء، متوترة، زعلانة، ضايجة، أروح أسمع. أي ملكة. لاجل. والله العظيم. سبب فرحتي. أجمل تحية للصديق العزيز والأخ الكبير الفنان الكبير رعد الناصر أبو علي. قالوا مطربك المفضل. كلش. لا صدق. والله العظيم. صبح ليل ظهر عصر. ناس مدمنة عليك أبو علي. ناس مدمنة عليك. إيش السبب؟ يعني أبو علي الشيء جميل أستاذ رعد. إيه طبعا أكيد. أنه رعد الناصري هذا القامة الكبيرة ولك طولة العمر وتجربتك الطويلة. الله يديم. تلاقي الآن مثل إسراء فرج مثلا بعد بنية يعني مقتبل العمر مدمنة على رعد وغيرها، فالشيء جميل أنه جمهورك باقي متواصل. شوف الغناء الصحيح. نعم. يظل ثابت. ناس هسه تدور أنتيكة، ليش هاي أنتيكة؟ قديمة هاي أنتيكة، صناعتها صحيحة، اليد اللي بيها صحيحة، العملها صحيحة. إحنا غنانا الكلام صحيح، اللحن صحيح، الأداء صحيح. أها. أي. اليوم جاي نشوف عندنا يعني بعض الأسماء يعني من وجهة نظرك إنه نشوفهم أجوا بسرعة وممكن إنه يختفون؟ لا يروحون، هاي يسمونها فقاعات. ها. والله يروح. يا صغير 90 سنة غني ما حد يمل له هسه ويردون جديد من عنده. صحيح. حميد منصور ذول الكبار ليش؟ سلامات حميد منصور ما أروح. عايشة لحد الآن. أعزاز عايشة. مطربين الريف نازل يا قطار الشوق، عين يا دكتور، داخل حسن، حضير أبو عزيز، حضير ميت بال73، عمي يا بياع الورد، قل الورد بيش. هذا صح. الكلام الصحيح يظل. كانت اذا تحكي لي منا ومنا هذا يروح ينتهي، احنا ما نقدر نسولف لنا على واحد.